بموسيقنا المركز الجماهيري عندنا على الباليه وعندنا على الموسيقى. فانا نبلش بطلبات الباليه، بطلب منكم ناخذ هيك نفس نستمتع. انا بنات صغار اول مره بعدوا، فاعطونا مجال. اذا بنفع بس نسكر الباب شباب شوي، جريفون بدي اعلي صوتي شوي يعني اسمحوا لي. بنرحب بالطلاب بالاهل، برامج نهايه السنه، بنرحب بمركزة المشروع الموسيقي عن طريق وزارة المعارف، الأخت جمانة شحادة وكبر ياسين، اللون تال من عنقود الجليل الغربي اللي أيضا دعمونا في ميزانية معينة لبرنامج الموسيقي في المركز الجماهيري. إحنا كسلطة محلية نولي أهمية كبيرة أيضا للتعليم اللامنهجي، لأنه نعرف شغلة مهمة جدا في صقل وبناء شخصية الطالب. في المركز الجماهيري احنا في صدد بناء مدرسه موسيقى، حصلنا على ميزانيه كونسيرفاتوريون ما يسمى ترامب كونسيرفاتوريون من الوزاره هاي السنه، مبلغ لا باس فيه يعني، بدنا اياك تشد له على الموسيقى، الموسيقى غذاء للروح. وبالفعل انا امبارح تفاجات بحفله التخريج عندنا، قديش في عندنا موسيقيين، قديش في ناس بتعزف، بتامل تشجع اولادكم. الحفلة دمج بين الباليه، طبع الباليه مع الموسيقى. نشكر يارا بنت بلدنا اللي بلشت تتعلم عندنا جديد، معلمة رائعة جدا في هذا المجال. في عندنا علاء بشارة هو مركز البرنامج الموسيقي كله في المركز الجماهيري. الخليل كل من ساهم في البرنامج قصير هذا ختام السنة الدراسية للتعليم اللامنهجي. نتأمل تستمتعوا معنا في البرنامج. شكرا. Thank you.
Thank you.
Oh.
بالليل.